مصر مع رئيسها الجديد من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. مصر تترقب التاريخ، الأحد الرئيس السيسي يؤدي اليمين رئيسا للبلاد. المرة الأولى الكنيسة تضيف اسم السيسي بصلاة القداس الكيرلسي. لأنه عبر عن الضمير المصري، تدريس خطاب منصور في مناهج التعليم. وإليكم تفاصيل النشرة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. هذا هو نص اليمين الدستورية الذي يؤديه رئيس المنتخب المشير عبد الفتاح السيسي أمام المحكمة الدستورية، لتكون ساعات صباح الأحد الموافق 7 يونيو 2014 ساعات تاريخية يترقبها الشعب المصري، وهو يقود بلاده في إنجاز الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق التي وضعتها ثورة 30 يونيو. وفقا للدستور فإن رئيس جمهورية مصر العربية هو رأس الدولة المنتخب، كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الشرطة التنفيذية. ودستوريا تحدد فترة الرئاسة ب4 سنوات ميلادية، لا يجوز إعادة انتخاب رئيس إلا لمرة واحدة. السيسي في قلب الكنيسة، إذ أخطرت الكنيسة الأرثوذكسية الأقباط وجميع الكنائس بإضافة اسم المشير عبد الفتاح السيسي في القداس الكيرلسي للصلاة له ليكون نصها: رئيس أرضنا عبدك عبد الفتاح السيسي، احفظه بسلام وعدل وجبروت، ولتخضع له كل الأمم الذين يريدون الحرب في جميع ما لنا من الخصب. تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، أعطه أن يفكر بالسلام فينا وفي اسمك القدوس، لكي نحيا نحن أيضا في سيرة هادئة ساكنة، ونوجد في كل تقوى وكل عفاف بك. وهي المرة الأولى التي تضيف فيها الكنيسة الرئيس باسمه وليست بصفته الوظيفية رئيس الجمهورية كما فعلت مع الرؤساء السابقين. الإخوان تستهدف الاستثمارات السعودية، حيث قالت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أنه تم الاتفاق مع رجل الأعمال السعودي محمد سعود عبد العزيز البدر عضو الجمعية لعضوله عن قرار تصفية مشروع السويس العالمية للنترات الذي تبلغ استثماراته نحو 1 مليار جنيه. وأضاف الأمين العام للجمعية أحمد صبري درويش أنه تبين قيام بعض موظفي الشركة يتزعمهم أحد شاغلي الإدارة العليا والمعروف بانتمائه لجماعة الإخوان بتحريض العمال على الإضراب عن العمل والاعتصام داخل الشركة بقصد وقف الحركة الإنتاجية للشركة بدون أسباب سوى انتماء صاحب المشروع للمملكة العربية السعودية التي تساند مصر في خارطة الطريق، مما ترتب عليه وقف الإنتاج وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية المقررة على الشركة. قال المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور أن القوانين الأخيرة التي أصدرها رئيس المؤقت عدلي منصور لن تثني الحزب عن المضي قدما في إنجاح المرحلة الانتقالية بما يصب في مصلحة الوطن والشعب المصري والمحافظة على هوية الدولة المصرية. وأضاف مرة أن حزب النور يدرك جيدا حجم المخاطر والتحديات التي تحيط بالدولة المصرية والتي تحمل عبئا تاريخيا لا تستطيع دول كثيرة في المنطقة أن تتحمله. وتابع: نحن جزء أساسي من مكونات هذه الدولة المصرية، ونعرف قدر وقيمة مصر، ولن نتنازل أبدا عن دورنا الدعوي في إصلاح الدولة المصرية. عدلي منصور أصبح ضمير الأمة، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع خطاب الوداع للرئيس عدلي منصور الذي ألقاه على الشعب في منهج كتاب القيم والأخلاق الذي تقرر تدريسه من العام الدراسي المقبل. وبدأ الكتاب بمقدمة عن القيم والمبادئ والأخلاق، أشرف عليها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف. ثم تلي المقدمة صفحتان تم تخصيصهما لكلمة رئيس عدلي منصور التي ألقاها للشعب بمناسبة وداعه للسلطة بعد انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد. وأرسلت الوزارة نسخة من الكتاب إلى الرئيس عدلي منصور. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.